السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هذا النهار ان شاء الله نقدموا واحد الحلقة اللي مخالفة للأرانب، وفي الحقيقة هي موضوع الساعة. نبغي نشارككم إياها ونشارككم الفرحة ديال العيد. هذا الموضوع هو اللي كيقلب عليه الجميع، اسمه هو كيفاش نعرفوا الحولي الممتاز ديالنا، يعني السلالات، اسمه هو السن ديالو، كيفاش غادي يخرج لنا اللحم ديالو. شحال من واحد ما عارفش هذه الأشياء هذه، لأن في الحقيقة هي اشياء كيدربوها علينا اصحابنا الحرفه كما كنقولوا. بالنسبه للجزار، اي جزار منين كيكون حاط اللحم ديالو كنكونوا متاكدين انه ما كيحطش الراس معاه. كاين بعض البلدان كيحطوا الراس، لان الناس كاين اللي كيعرف السن ديالو من خلال الاسنان ديالو. هذا السر ان شاء الله غادي نطرقوا ليه هذا النهار. كما كتشوفوا هذا هو الحولي ديالي ديال هذا العام، ما تبارك الله. بالنسبه للسلاله ديالو، هذا الحولي في المنطقه الشرقيه كيقولوا الشجر. كاين بالنسبه للغرب كاين سلالات اخرى كيقولوا اما السردي، كاين هنا في هذه الجهه ديالنا واخا هو السردي كيقولوا السرندي. المهم كل واحد، كاين الحقيقه السلالات الروميه وكاين السلالات البلديه. حنايا في هذه المنطقه قليل عندنا السردي، لان حنا كيستعملوا الحوله البلدي، يعني اللي مربيين. وكاين الناس اللي من هذه المنطقه ديالنا كيمشيو للدار البيضاء، كيمشيو للرباط، كيبيعوا فيها مثل هذه السلالات ديالنا، لانها بلديه 100%. اذا دابا ندوزو كيفاش نعرفوا الحولي مزيان. اول حاجه راه معروفه، راه الدوله كتكون حاطه هذا الرقم هذا او هذه الشاره. هذه الشاره كتعتبر باللي الحولي راه مداوي، يعني ماشي شي واحد يجي يجيب لكم واحد الحولي يعني غير مدسوس وما تكونش عنده هذه الشاره. هذه الشاره راه ولات ضروريه، هذه اول حاجه. ثاني حاجه وهي ان اغلبيه ديال الناس، يعني الخطا الشائع وهو كيقول لك الكرون ديالو شحال من دوره عنده، راه هذاك هو السن ديالو، راه هذاك هو قداش ما كانت الدوره ديالو كبيره يعني راه مزيان، يعني شحال من دوره، الدوره الاولى الدوره الثانيه. لا، كاين اللي الدوره ديالو صغيره وكيكون مزيان. حنا دابا كنشوفوا ان الحولي يكون صغير في السن، يعني الا بغيتوا اللحم ديالو كيطيب دغيا خصو يكون صغير في السن، وفي نفس الوقت انه جايب الميزان. حيت تبارك الله هذا انا غادي نهضر لكم عليه، راه عنده عام، واخا يعني بحكم يعني هذه المعلومات هذه، كاين الزوجه ديالي يعني الاب ديالها كان جزار، يعني قبل ما يشد التقاعد ديالو ويجلس في الدار كان جزار. المهم هذه المعلومات كلها خديتها من عند الزوجه ديالي، لان باها بحكم المهنه ديالو. اول حاجه يعني ماشي غادي نشوفوا الطول ديالو راه باين يعني بالعين، وانما حنا خصنا نشوفوا اللحم ديالو واش غادي يكون بنين ولا ما غاديش يكون بنين، السن ديالو واش غادي يطيب اللحم دغيا ولا ما يطيبش دغيا. اول حاجه نهضروا عليها وهو الكرون، خصو يكون الملمس ديالهم يكون ما يكونوش خاشين. راه كاين واحد الكرون اللي كيكونوا مدرجين وحورش، هادوك راه حتى هو ما كيكونش مزيان. ثاني حاجه انه كنشوفوا الصوفه ديالو، يعني الصوفه ديالو هنايا اهم حاجه، انكم تمشيو تشوفوا الصوفه هكا، ديروا الصوفه هكا. تحاولوا لي هذا الحولي راه شويه صعيب. المهم الصوفه ديالو كتكون هنايا بنفسجيه، يعني غوز، ما تكونش بيضاء، ما تكونش سوداء، مائله الى السواد. هذيك كيكون اللحم ديالو راه ما مزيانش، غادي يعطيكم واحد المذاق اللي ما غاديش. ومنين كيتذبح راه هذاك اللحم ديالو كيولي مائل الى السواد. هذا دابا راه تبارك الله غادي يخرج، حنا كما كنقولوا هنايا في المنطقه ديالنا كنقولوا غادي يخرج فرماجه، اللحم ديالو كيخرج فرماجه. وفعلا ان ملي كيكون هنايا بنفسجي، يعني ملي كتقلبوا الصوفه هكا كيكون بنفسجي، عرفوا راه 100% غادي يخرج لكم اللحم ديالو بنين وزوين. هذه راه من الاسرار اللي الناس كيمشيو غير كيشوفوا غير المظهر ديال الحولي، كيشوفوه من هنا. اغلبيه شنو كيديروا، كيمشيو يجسوه من هنايا كيشوفوا واش فيه اللحم وصافي. كتجي شي مراه مسكينه كتقلبوا من هنا كتقول صافي راه مزيان. اما يعني اللون ديال البشره ديالو الداخليه راه خاصها تكون غوز، يعني فانيديه بنفسجيه، هذا كيكون اللحم ديالو مزيان. ثاني حاجه نشوفوا دابا السن ديالو. السن ديالو وهو ملي كتشوفوا السنان هنايا، هانتوما السنان ديالو، هما شوفوا في المراوقه. كنشوفوا هاد السنان الوساطه،
يعني السنان كلهم يعني الفك السفلي كنشوفوا جوج سنان الوساطة يعني الوسطانيين، هادوك خصهم يكونوا يعني مستفين مع خوتهم سنان الوسطانيين. هذاك عرفوه باللي راه عنده عام، هذاك راه عنده عام، هذا كما كتشوفوا هانتوما معايا راه يلاه الرس وحده، هانتوما راه عنده وحده مصافه مع 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 الصف الاخر، ها هي ما طويلاش، وهذه عاد يلاه هرسها، هادو راه كي حنا كنقولوا كيهرس، يعني هذا راه ما كملش العام. شوفوا تبارك الله الحجم ديالو، ويعني حنا كنقولوا راه راتع مزيان، هانتوما شوفوا شوفوا راه وحده مهرسه، هذا يلاه غادي 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 طوال، يعني راه ما مكملش العام، الا ما مكملش العام وبهذا الحجم يعني غادي يكون 100% غادي يكون مزيان، لان الا كان عاد صغير وبهذا الحجم هذا سمو كيوقع انه مولاه ما غش، راه عطاه الاكل المزيان باش يوصلوا لهذا الحجم هذا. اما باش يكون يعني حجم ديالو كبير فعلا ولكن السنان الوساطة هكا ما مستفيش مع الاخرين طوالين، يعني مبعدين عليهم، تما كيكون الحولي شارف، يعني ملي غادي طيبوه غادي تسهلكوا بزاف ديال الغاز، في نفس الوقت ما غاديش يطيب واحد الطياب اللي مزيان، وما كيكونش بنين لان كيكون شارف، حنا كنقولوا اللحم شارف، لهذا القزار ملي كيبغي يبيع اللحم ديما كيحيد الراس وكيبعدو. الناس اللي شرفاء وكيكونوا مزيانين انه كيخلي الراس، كيقول لك ها هو هذا الحولي، ها هو مطبوع ولكن الراس ديالو راه حداه، يعني صغير الراس ديالو صغيره، ماشي راه بغيتي كيلو ديال اللحم، هاك كيلو ديال اللحم، لا كيلو ديال اللحم الى عطاه لك كيفرق كيلو على كيلو، كاين المره اللي كيخرج اللحم بنين وكيطيب دغيا، كاين اللي كيخرج اللحم باسل وما كيطيبش دغيا، المره كديرو في كوكوط كيبقى نقولوا ساعتين وهو كيطبخ وعاد كيطيب. القضيه الاخرى الا بغيتو تشوفوا من غير هاد الحوايج هادو، بغيتو تشوفوا واش يعني فيه الشحمه، كتشوفوا هنا القص هاد المنطقه ديالو يعني تحت بحال الصدر ديالو، هنايا كتقلبوا هنايا، شوفوا تبارك الله هذا راه يعني هاد الجهه كتبان عامره، كتبان بحال فيها الشحمه، لان الشحمه ملي كتكون غالبه عليه كتخرج من هاد المنطقه هادي هنا تحت الرقبه ديالو، يعني على مستوى الارجل هنا، انتم في هاد الجهه كتقلبوا هنايا، انتم تبارك الله راه مشحم، هذا راه 100% غادي يكون مزيان. اما بالنسبه للطرق الغش اللي كيديروها وداروها في الاعوام الاخرى، هاد العام ان شاء الله راه ما غاديش تكون، لان كاينه هاد الشاره هادي يعني ان الحولي راه مداوي، الا كان مداوي وكان اللون ديال البشره ديالو يعني ديال الصوفه ديالو تحت من الصوفه ديالو يعني بنفسجي غادي يكون مزيان 100%. حتى بالنسبه للصوفه ديالو ما كتكونش خشنه، خاصها تكون يعني الملمس ديالها رطب، كاين واحد النوع ثاني كيكون الملمس ديالو خشن، عاوتاني هذاك راه ما خدامش. اذا هذا هو كنظن انني وصلتكم الفكره على اكمل وجه، حاولوا انكم ما تخليوش البياعه اللي كيكونوا في الرحبه يعني يضحكوا عليكم، حتى انتم خص تكون عندكم معلومات، هذه هي المعلومات اللي مدفونه المسكوت عنها، انا حاولت نجسدها في الفيديو هذا وراه معلومات يعني اكيده، يعني هذا الشيء من عند القزاره الاصيلين ديال بكري، الناس ديال يعني جدودنا هما اللي وصاونا كيفاش نقلبوا هذا الحولي هكا. اذا الحلقه ديالنا راه سالات، عواشركم مبروكه، القناه راها واخا ديال الارانب، حاولت انني هذا العيد نشارك معكم هذه الفرحه ديالي يعني بالخروف ديال العيد ديالي، عواشركم مبروكه. للناس اللي مازال ما شاركوش معنا في القناه يشاركوا معنا، تكيو على زر الجام باش تساندونا وباش تزيد القناه القدام، وتكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي. الى اللقاء في الحلقه.